السلام عليكم يا شباب، انا هشرح النهارده درس الكوريليشن ريجريشن اند كودينج، ودوت درس من 5 دروس عندنا. فالنهارده كوريليشن ريجريشن اند كودينج. اول حاجه، لو انتوا فتحتوا بس بيبر في الليست اوف فورمولا هتلاقوا في صفحه هو كاتب لك فيها كورليشن اند ريجريشن، وكاتب لك الرولز اللي انت بتحتاجها. الدرس ده كله تعويض مباشر، فهو مفيش اي تفكير. طب انا هاخد الرولز دي هكتبها فوق على اليمين كده علشان هنحتاجها النهارده، وانت في الاول وانت بتحله ممكن تكتبوها قدام كل حد ما تحفظوها. اول حاجه عندنا ان الاس اكس اكس equal sigma x square minus sigma x all square over n. واحنا غالبا بنستخدم الرول التاني. بعد كده ال s y y equal sigma y square minus sigma y all square over n. انا عارف ان انتوا مش فاهمين الحاجات دي معناها ايه، بس هي الحاجات دي بتطلب دايركت ان انتوا تعوضوا فيها، فالموضوع مش صعب خالص. equal sigma، يبقى sigma ال s x y equal sigma x y minus sigma x في sigma y over n. بقى كان عندنا r اللي هو اسمه product moment correlation coefficient. ال r equal s x y over root s x x في s y y. وده معناه ان هو لو طلب منك ال r انت هتلازم تروح تجيب ال s x x وال s y y وال s x y. بقى عندنا ال regression coefficient اللي هو اسمه b، وده equal s x y over s x x. واخر حاجه الايكويشن بتاعتنا ان y equal a plus bx. طيب تعالوا اول حاجه نتكلم على correlation. correlation معناها ان هي correlation، يعني relation ما بين حاجتين. طيب in general عشان تعرف relation ما بين اي حاجتين عندك two methods. اول method اما عن طريق graph او عن طريق النمبرز اللي هي نيوميريكال. لو احنا روحنا لطريقه الجراف يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الكورليشن. وروحنا لطريقه الجراف، الجراف بحاجه اسمها سكاتر دياجرام. اوقات بيطلب منك ترسمه واوقات بيجيبه لك مرسوم. تعال احنا نروح دلوقتي نشوف لو هو مرسوم بيبقى شكله عامل ازاي وبنقراه معناه ايه. اول حاجه انت ممكن يبقى عندك طبعا ده الاكس وده الواي، فانت هتروح تبلوت البوينتس اللي هو مديها لك في تيبل، تيبل عادي خالص زي بتاع الاو ليفل، اكنك بترسم اكس وواي. هتروح تحط النقط، واحنا بنرسم نقط بنعملها اكس كده. فواحد قال لي ايه ده يا مستر، انا واخد بالي ان هو بيست فيت. قلنا له احنا في الاس 1 ما عندناش حاجه اسمها بيست فيت، بس هو انت فعلا احنا لاحظنا ان في لاين ممكن يترسم هنا. ومش بس كده، احنا لاحظنا ان كل ما الاكس بتزيد الواي كمان بتزيد. قال لك فده معناه ان هو بوزيتيف كورليشن. يبقى لو انا عندي كل ما الاكس بتزيد الواي بتزيد هنسمي دوت بوزيتيف كورليشن. قالك طيب روح ترسم جراف تاني. فبعد لما عوضت بالبوينتس لقيت المنظر عامل كده. فواحد قالك ايه ده كل ما الاكس بتزيد الواي بتقل. قلنا له اه فده نيجاتيف كورليشن.
الشكل التالت لما روحنا نرسمه لنعمل كده اهو. فقال لك دوت ملوش اي no correlation، لان هنا مفيش علاقة ما بين الاكس والواي، الدنيا متلخبطة، فقلنا دوت no correlation. يبقى انا كده ازاي اقدر اعرف الريليشن اللي هي سواء بوزيتيف او نيجاتيف او النو ريليشن اللي هي اسمها كورليشن ما بين الاكس والواي او ما بين اي تو فاريبلز تانيين. وده اول طريقه اللي هي طريقه الجراف. طيب الطريقه الثانيه اللي هي طريقه النوميريكال، هي دي الطريقه اللي احنا بنروح نستخدم فيها الرولز اللي انا كتبتها لكم في الاول، وديت هنشوفها عن طريق اكزامبل على طول. طيب اسخف حاجه في درس الكورليشن دوت، هو درس سهل قوي وكله تعويض مباشر، لكن هو اسخف حاجه فيه الاسئله الثيوريتيكال، ان هو بيجي يسالك اسئله ثيوريتيكال عليها درجه او درجتين، هو ده اللي بيوتر شويه وبيلخبط بعض الناس، لكن هي سهله جدا. فانا ايه، تعالوا نمشي حته حته كده. احنا خدنا دلوقتي طريقه الكورليشن عن طريق الجراف اللي هو سكاتر دياجرام. هو انا هنا اقدر ارسم لاين ولا لا؟ بعيدا بقى هو اسمه بيست فيت ولا لا، اللي احنا ما بنسموش بيست فيت، بس انا ممكن ارسم لاين ولا لا؟ قلنا له انا ممكن ارسم لاين. قال لنا طيب مش انا معنى، هو انا امتى اقدر ارسم لاين؟ في الكيس دي وفي الكيس دي، صح؟ يعني لما كان بوزيتيف كورليشن او نيجاتيف كورليشن. قال لك طيب يبقى ساعات تيجي هنا سؤال ثيوريتيكال يقول لك كومنت على ريليشن او على كورليشن او على بيهافير، او كومنت على السكاتر دياجرام. فهتقول له ايه؟ او يقول لك مثلا قول ليه ممكن نرسم بيست فيت، او ليه ممكن نستخدم ريجريشن لاين. هنشوف كمان شويه ريجريشن لاين ده هو ايه. هتقول له لان البوينتس ار كلوز تو ستريت لاين في الكيس دي والكيس دي. يبقى في كيس 1 وكيس 2 احنا ممكن نستخدم لينير موديل، ولينير موديل معناها ان، او ريجريشن موديل معناها ان احنا ممكن نستخدم ستريت لاين، والسبب لان بوينتس ار كلوز تو ستريت لاين، يعني احنا هنا شايفين ان البوينتس قريبه فاحنا ممكن نرسم ستريت لاين، فعشان كده ممكن هنا نستخدم اللينير ريجريشن موديل. طب الميثود الثانيه هي النوميريكال، اللي هو ازاي نشوف الكورليشن عن طريق الايكويشنز. فتعال ندخل على اكزامبل على طول. هاتوا جون 12 اللي هو 6683 ماي 12 وهاتوا question number 3. يبقى هنا اهو جون 12 number 3. اول حاجة ايه؟ اول حاجة اهو الراجل بيقولك ايه؟ بيقولك a scientist is researching whether or not birds of prey exposed to pollutant lay eggs with thinner shells. ولكن هو collected 6 samples وقاس ال P اللي هو ال pollutant مع ال thinning of shell. خلي بالكوا دي ال thinning of shell ديت مش thickness. عادة الكلام اللي فوق ده ما بيفرقش بنسبة 90% الا في اوقات معينة، بس محتاج تفهم الكلام ده معناه ايه، لكن انت بعد كده هتتعود ان انت تحل من غير حتى ما تقرا ده. بس انا بقراها معاكم دلوقتي علشان يعني ما تتخضوش. فانت عندك هو تيبل فيه 6 فاليوز اللي هو خدها للبي والتي، والراجل هنا محترم لانه جايب لك السيجما بي سكوير والسيجما بي تي. طيب اولا لما يديك تيبل اللي فوق ده على طول بيكون هو الاكس واللي تحت هو الواي، فانا عشان تفهم قلت لك يبقى السيجما بي سكوير دي هي السيجما اكس سكوير. لكن حضرتك ما تروحش تكتب هنا اهو، ما تروحش تكتب سيجما اكس سكوير، هتبقى غلط. السؤال كله طالما هو بيكلمك بي تي يبقى انت لازم تحل السؤال كله يوزنج بي تي، ما تستخدمش اكس واي. طب ايه؟ قال لك درو سكاتر دياجرام. حلو، واداك الجراف اللي انت هترسم عليه. فانا بروح اجيب بوينت بوينت، يعني اول بوينت هنا اللي هي 3 1، باجي هنا اهوت اجي عند الاكس 3، اطلع عند الواي 1 واعمل الاكس دي اهي، ورحت رسمت ال 6 بوينتس. طب ايه اللاين دوت؟ لا ده مش دلوقتي، سيبكم منه دلوقتي. يبقى انا رحت رسمت 1، دي اول نقطه اللي هي الاكس دي، دي تاني نقطه، دي تالت نقطه، دي رابع نقطه، دي خامس نقطه، دي سادس نقطه.
بعد كده قالك explain why a linear regression model may be appropriate to describe the relationship between P و T. ده اللي انا قلت لك عليها من شويه. انت هنا لما رحت رسمت البوينتس لقيت ان انت كل ما الاكس بتزيد ايه اللي بيحصل في الواي؟ بتزيد هي كمان. يبقى دي اني كيس من الثلاثه؟ دي البوزيتيف كورليشن، معناها كل ما الاكس بتزيد الواي بتزيد. فنيجي هنا اهوت لما اقول لك اكسبلين واي ا ريجريشن موديل مي بي ابروبريت، طالما انت الرسمه كانت مرسومه عندك يبقى هترد عليه بمنتهى الثقه وتقول له بيكوز بوينتس ار كلوز تو ستريت لاين، لان البوينتس كلوز تو ستريت لاين فده معناه ان انا ممكن استخدم اللينير موديل او اللينير ريجريشن موديل اللي هو ستريت لاين. بعد كده جه في سي عليها اربع درجات تعويض مباشر، بيقول لك احسب لي الاس بي تي والاس بي بي. طيب دلوقتي هي الاس بي تي ديت مش البي اللي هي الاكس والتي هي الواي، يعني اكنه بيقول لي احسب لي اكس واي صح؟ يبقى انا هنا بس في الاول عشان ما تتلخبطوش تعال نروح نكتب ان الاس بي تي ايكوال اس اكس واي. طبعا انت غير مسموح لك انك تعمل كده، بس انا عشان ما تتلخبطش في الاول بقول لك دي ايكوال ايه في الرولز اللي عندك. فاحنا قلنا ان اس بي تي ايكوال اس اكس واي، فروحت اشوف الرول بتاعتها لقيت ان الاس اكس واي ايكوال سيجما اكس واي اللي انا هنا هكتبها سيجما بي تي ماينس سيجما اكس سيجما واي اللي هي سيجما بي في سيجما تي اوفر ان. رحت احسب السيجما بي تي لقيت الراجل مديها لي ب 694، يبقى دي ب 694 ماينس السيجما بي هو مش مديها لي بس سهله هروح احسبها، هعمل 3 بلس 8 بلس 30 بلس 25 بلس 15 بلس 12 تطلع السيجما بي ب 93 والسيجما واي ب 34 اوفر ان. ان ده اللي هو ايه؟ ان هي النمبر اوف ريدنجز. طيب هعرفها منين؟ قال لك اول حاجه هي مكتوبه فوق خالص ان هما 6، تاني حاجه لو عديت الفاليوز ديت هتلاقيهم 6 برضو، فالان هو النمبر اوف ريدنجز اللي هتلاقيه في التيبل او فوق، يبقى اقسم اوفر 6. اروح في الاخر احسب تطلع الـ SPT 167 كده درجتين من الأربعة. الدرجة التانية عايز الـ SPP، الـ SPP دوت اللي هو SXX. طب الـ SXX equal إيه؟ سيجما X سكوير ماينس سيجما X all سكوير over N. أروح أعوض فتبقى دي equal السيجما اكس سكوير اللي هي سيجما بي تي، انا غلطت هنا وكتبت اكس سكوير خلوها بي علشان ايه نبقوا متعودين. طيب السيجما بي سكوير اللي هي هنا ب 1967 ماينس السيجما بي اول سكوير، مش انا كنت جايب السيجما بي ب 93 هعمل لها سكوير اوفر ان اللي هو 6 تطلع السيجما بي سكوير، تطلع قصدي الاس PP equal 525.5. طب سؤال مهم قوي، هو اصلا في الرول ده ايه الفرق بين السيجما اكس سكوير والسيجما اكس اول سكوير؟ دي مهمه قوي وفي ناس كتير قوي بتلخبط فيها. قال لك السيجما اكس سكوير دي معناها ان انا باخد كل اكس اعمل لها سكوير بعد كده اعمل لهم بلس. فلما اقول لك ان سيجما x سكوير دي ايكوال x1 سكوير بلس x2 سكوير بلس x3 سكوير وهكذا، لكن سيجما x اول سكوير دي معناها ان انا x1 بلس x2 بلس x3 اول سكوير. ودي مهمه جدا علشان لو اي حد اتلخبط فيها هيضيع السؤال كله. بعد كده دخلنا على دي، قال لك find the equation of the regression line of T on P. طيب طالما هو هنا بيسألني على regression line تعالوا كده نفتكر هو الايكويشن بتاعت I line equal A، قال لك دي من الـ O level I line equal Y equal MX plus C، قال لك ده في الـ O level. قال لك في الـ S1 اتغيرت فبقت y equal bx plus a.
يبقى مين ال B؟ ال B هي السلوب، ومين ال A؟ هي ال Y-intercept. فجيف دي قال لك find the equation of the line of T on P. طيب مش احنا قلنا ال Y هي ال T وال X هي ال P؟ يبقى انا هنا عايز ان ال T equal B P plus A. طب هنجيب الحاجات دي ازاي؟ هو انت في الاول ليفل عشان تجيب equation اوف لاين كنت لازم تروح تجيب السلوب والواي انترسبت. السلوب هو مديك الرول بتاعه equal S X Y على S X X. طيب يبقى هنا عشان اجيب السلوب اللي هو البي ده equal ال S P T over ال S P P. ال SPT احنا كنا جايبينها بكام؟ 167 over ال SPP اللي احنا جايبينها كام؟ 525.5. تطلع البي بكام؟ تطلع البي ب 0.318. طيب عايز اجيب الواي انترسبت، قلنا له طيب هو انت مش لو عندك اي بوينت هتعوض بيها؟ قلنا له اه. قال لك طب اعوض باني بوينت؟ قلنا له احنا هنا بنحب دايما تعوض بالافريج لان هي دي اكتر بوينت اكوريت. قلنا له ايه الافريج دي؟ قلنا له الواي بار والاكس بار. بنجيبها ازاي؟ يبقى الاكس بار اللي هي الافريج ايكوال سيجما اكس اوفر ان. سيجما اكس اللي احنا اساسا كنا جايبينها بكام؟ او خليها سيجما بي بقى اوفر ان 93. يبقى 93 اوفر 6 تطلع. والواي بار ايكوال السم اوف تي، خلينا نقول دي بي بار ودي تي بار، يبقى سيجما تي اوفر ان. سيجما تي اللي هو 34 اوفر 6. فنلاقي ان البي بار ب 15.5 والتي بار ب 5.67. ارجع اعوض فيبقى التي اللي هي 5 هعوض بقى تبقى T بار equal B في P بار plus A. ال T بار انا جايبها 5.67 equal ال B اللي احنا جايبينها 0.318 في ال P بار اللي هي 15.5 plus A. اروح اجيب ال A، تطلع ال A ب 0.741. ارجع اعوض في الايكويشن الاوريجينال، يبقى ال تي ايكوال البي اللي هو السلوب اللي انا كنت جايبه 0.318 بي بلس 8 اللي هو بلس A اللي هو 0.741. خلصت كده اهي، وعليها اربع درجات. بعد كده قال لك بلوت ذا بوينت بي بار and T بار and draw the regression line. دلوقتي هنرجع تاني للجراف. هو انا عشان ارسم اي لاين في الدنيا محتاج كم نقطة؟ محتاج نقطتين صح؟ قالك طيب انت هنا هتاخد اني نقطتين؟ احنا قلنا احنا بنحب نشتغل بالاكريت، فمش ينفع اخد نقط من دي. يبقى انا ايه النقطة اللي انا هشتغل بيها؟ اول نقطة هي الاكس بار والبي بار والتي بار اللي هو الافرج اللي احنا جبناهم. فهجيب البوينت دي اللي هي 15.5 و 5.67 اللي هي الافريج اللي هي البار، واروح اقسمها هنا اهو. وعشان افرق بينها وبين النقط التانية المره دي بعمل اكس وحواليها دوريه، يبقى هي دي بوينت دي اكس وحواليها دوريه. طب انا محتاج بوينت تانية عشان اروح ارسم. قال لك ماشي، هو ايه اكتر بوينت اكوريت؟ قلنا له واي انترسبت. طب الواي انترسبت دي اللي هي الاي اللي احنا برضو جبناها اللي هي 0.741، يبقى هي دي النقطه التانيه. يبقى انا هروح ارسم النقطه الثانيه اللي هي 0 و 0.741. يبقى انا عندي النقطه اهي الثانيه، هروح برضو اكس وحواليها دوريه. قال لك دلوقتي انت ممكن ترسم اللاين ازاي؟ وصل التو بوينتس بعض لحد الاخر، ده كده اي. بعد كده اف قال لك ذا ساينتست ريفيو سيميلر ستاديز اند فايند ذات بوليوتنت ليفلز ابوف 16 ار لايكلي تو ريزلت ان ذا ديث اوف ا تشيك سون افتر هاتشينج. استيميت ذا مينيمم thinning of the shell that's likely to result in the death of a chick.
يعني من الاخر بيقول لك لو البوليوتنت ليفل اكتر من 16، يعني لو البي اكتر من 16 دوت هيؤدي ان الفرخه تموت. فبيقول لك استيميت ذا مينيمم سيننج اوف ذا شيل اللي هو التي اللي عنده الفرخه هتموت. يبقى هو من الاخر بيقول لك هات لي تي لما تكون البي ب 16. ده كده جزء دي، وهنا هوت جزء اف. يبقى هو عايز تي لما تكون البي ايكوال 16. اروح اعوض فين؟ هروح اعوض في الايكويشن اللي انا جايبها لانها اسهل ومور اكيوريت عن الجراف. فاروح ان هوت يبقى تي ايكوال 0.318. انا بعوض في البي اللي هي 16 بلس 0.741، تطلع الاجابه 5.83. يبقى تي ايكوال 5.83. طيب ساعات يجي هنا، هو ما عملهاش في السؤال ده، بس اوقات كتير قوي يجي هنا يقول لك ايه، يقول لك كومنت على ريلايبيليتي. يعني يجي هنا هوت جي، حبه اسئله من اسئله ثيوريتيكال بقى، يقول لك كومنت اون ريلايبيليتي of your answer in F اللي هو دي. ايه موضوع الريلايبل بقى ده؟ قالك دلوقتي هو احنا لما جينا نعمل الموديل دوت، الموديل اللي هو اللاين اللي هو احنا عاملينه من التيبل، كانت الارقام بتاعتنا بتاعت الاكس من كام لكام؟ قلنا له كان اصغر رقم 3 واكبر رقم 30، صح؟ وخلي بالك ان هو مش مترتبين في التيبل، فما تبصش على اول رقم واخر رقم، تشوف اصغر رقم واكبر رقم. فلقينا ان الفاليوز بتاعتنا موجوده من 3 ل 30، هو ده الرينج بتاعنا بتاع الاكس. قال لك طيب هو انت الاكس اللي انت عوضت بيها هنا اللي هو كان طالبها منك اللي هي هنا 16، قال لك وزين الرينج ولا لا؟ قلنا له يعني ايه وزين الرينج؟ قلنا له مش احنا التيبل بتاعنا من 3 ل 30؟ قلنا له اه. قال لك طب البي بتاعتك اللي هي 16 موجوده بينهم ولا لا؟ قلنا له موجوده بينهم. قال لك طالما موجوده بينهم يبقى ريلايبل. يبقى انا ممكن اعتمد على الموديل دوت اللي هو الايكويشن اللي انا جبتها في ان انا اكسبكت اي رقم وزين الرينج بتاعي اللي هو من 3 ل 30، يبقى دي ريلايبل. طب جيف ريزون، لان الرقم بتاعك اللي هو 60 لايز وزين ذا رينج اوف فاليوز اوف اكس، وزين ذا رينج اوف فاليوز اوف اكس. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني. ده جان 13 نمبر 1. اول حاجه هو دخل مديك فوق معظم الحاجات اللي انت هتحتاجها، بس هو المره دي مش مديك تيبل. وقال لك a teacher asked a sample random sample of 10 students about the number of hours of television اللي هي T اللي هم بيتفرجوا على التلفزيون، وبعد كده حسبت الجريد اللي هو الجي. فعايزك تحسب اس تي تي واس جي تي، دي ما فيهاش اي حاجه هنعملها زي ما احنا عملنا قبل كده. وبعد كده قال لك احسب الار، هنروح نحسبها برده بالرول ما فيهاش حاجه. وبعد كده سالك تحت كده سؤال ايه في تفكير شويه، بس سيبكم منه دلوقتي، هو مش صعب، بس انا عايز ادخل على حاجه تانية اهم. هنا هو نفس السؤال، بيقول لك هذا التي ام، وبعد كده بيقول لك هات اللاين، وبعد كده بيقول لك عوض ب 10، وبعد كده بيقول لك كومنت على الريلايبيليتي. هنا طلب منك تجيب ال S T H وال S H H، بعد كده قال لك احسب ال R، وبعد كده قال لك هنا بقى. ايوه السؤال ده حلو. مش احنا لما كان عندنا ال straight line، لما كان عندنا ال scatter diagram مرسوم وكان بيقول لك interpret و interpret يعني علق او اديني سبب ليه اقدر استخدم regression line، كنا بنقول ايه؟ لان ال points are close to straight line. في الاسئله زي دي انت ما عندكش جراف، انت عندك تيبل ومنه جبت ال S T H وال S H H وال R. طيب هي ال R اللي هي ال product moment coefficient correlation، ركزوا في الحته دي. ال R لازم تكون ما بين negative 1 و 1.
قال لك يعني هو ده كل الفاليوز اللي ممكن تطلع لي. يعني لو طلعت معاك 1 هي حتى ما ينفعش تبقى 1 او نيجاتيف 1، هي ان بتوين. قال لك طيب لو انا هنقسم الرينج ده جوه لثلاث حتت، قال لك لو انا ار بتاعتي اكبر من نيجاتيف 1 واصغر من او ايكوال نيجاتيف 0.5، وخلي بالكم ان انا هنا ما حطيتش ايكوال لان ما ينفعش النيجاتيف 1 تبقى داخله، قال لك ده اسمه سترونج نيجاتيف كورليشن. قال لك طيب لو الار بتاعتي اكبر من 0.5 اكبر من او ايكوال واصغر من 1 دي تبقى سترونج بوزيتيف كورليشن. قال لك طب لو ما بين النيجاتيف 0.5 وال 0.5، قال لك هنا بقى بتبدأ تشوف الرقم، لو الرقم قريب من 0 بنقول no correlation، لكن لو الرقم قريب مثلا من نيجاتيف 0.5 يعني مثلا نيجاتيف 0.3 هقول weak negative correlation، لو 0.2 او 0.3 هقول weak positive correlation. فهما قوي ال R. طب هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك state whether or not your value supports the use of a regression equation to predict the temperature will height، اللي هو ال T وال H. طب احنا هنا كان هو طالب منك تجيب ال R، فاحنا لما روحنا حسبنا ال R طلعت ال R بالنيجاتيف 0.9952. هي نيجاتيف 0.95 دي ودي موجودة في أي رينج من التلاتة؟ قال لك دي موجودة ما بين النيجاتيف 0.5 والنيجاتيف 1. طب دي معناها ان هي ايه؟ strong negative correlation، لان هي قريبة جدا للنيجاتيف 1. طب strong negative correlation ديت مش ده معناه ان احنا هنا هو الجراف مش عندك، بس انا بقول لك كده عشان تتخيل. طب هو انا لو strong negative correlation يبقى انا ممكن استخدم regression model ولا لا؟ ينفع. ليه؟ لان انا عندي فعلا correlation سواء strong او negative اقدر امشي عليها. يبقى انا regression model او regression line اللي انا بطلعه ده اقدر استخدمه لما يكون عندي strong positive correlation او strong negative correlation. لكن لو انا عندي no correlation او weak correlation يبقى انا مش هقدر استخدم الموديل لانه هيطلع لي ارقام غلط. يبقى نفس السؤال دوت هيتسأل لك مرتين او بطريقتين مختلفتين، وكل مره لازم تجاوب بالطريقه according للانبوتس اللي هو عندك اللي هو مديها لك. يعني انت هنا لما كان عندك السكاتر دايجرام وقال لك قول لي ليه regression model ممكن يستخدم، هقول له because points are close to a straight line. بس انت هنا لو رحت قلت له points are close to straight line في السؤال ده هتاخد زيرو، لان انت اساسا ما عندكش بوينتس مرسومه. يبقى انا هرد عليه اقول له ايه؟ لما انا رحت لقيت الار بتاعتي نيجاتيف 0.95 هقول له ايوه ممكن يس ممكن استخدم الريجريشن موديل لان الار از كلوز تو نيجاتيف 1. طب لو كانت الار بتاعتي بوزيتيف كورليشن و 0.9 كنت هقول له يس ممكن استخدم الريجريشن موديل لان الار بتاعتي از كلوز تو 1. يبقى انا لو كلوز تو 1 او نيجاتيف 1 اللي هو سترونج بوزيتيف كورليشن او سترونج نيجاتيف كورليشن هروح استخدم الريجريشن موديل، لكن لو انا عندي نو كورليشن او ويك كورليشن مش هقدر استخدم الموديل. طيب بعد كده طلب منك الايكويشن، وبعد كده قال لك انتربريت الفاليو اوف بي. هو بي ده يا جماعه مش احنا قلنا هو السلوب؟ طيب هو السلوب مش السلوب دوت من ضمن الاسماء بتاعته ان هو الريت الريت اوف تشينج اوف واي ويز ريسبكت تو اكس. قال لك فده معناه ان السلوب اللي هو البي هو الواي بتتغير قد ايه كل ما الاكس تزيد يونت. طب هو انا ينفع اقولها له كده؟ قال لك لا انت هتستخدم الفاريبلز اللي عندك وبطريقه لوجيك. يعني انا هنا عندي الاكس اللي هي الهايت وعندي الواي اللي هي التمبريتشر. هو بيقول لك قول لي البي مش البي دوت هو ازاي التمبريتشر بتتاثر كل ما الهايت تتغير يونت. طب هو انا هنا الهايت بتاع يونت ايه؟ متر. هو مديهولك. طيب والتمبريتشر هنا سيلسيوس. طب احنا جبنا البي بكام لما حسبنا؟ البي جبناها بنيجاتيف 0.015. نيجاتيف في السلوب معناه ان هو بيديكريز،
فانا هنا اروح اقول له ان التمبريتشر بتديكريز 0.015 كل ما الاكس تنكريز 1. وده فعلا كلام منطقي، لان انا كان عندي ريليشن نيجاتيف كورليشن، ونيجاتيف كورليشن معناها كل ما اكس بتزيد واي بتقل، وده ظهر تاني في السلوب ان انا فعلا كل ما الاكس بتزيد 1 يونت الواي بتقل، وبتقل عشان نيجاتيف 0.015. يبقى انا هقول له ان التمبريتشر ديكريزز باي 0.015 فور ايتش انكريز ان هايت. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكورليشن والريجريشن. ايه بقى موضوع الكودينج دوت؟ دلوقتي الكودينج دوت بيجي بطريقتين. اول طريقة لو انا بتكلم على البي اللي هو السلوب والار، هل دول بيتغيروا؟ الكودينج هو هل الحاجة اللي قدامي دي بتتغير لما يتعمل فيها اي بلس او ماينس او تايمز وديفايدد ولا لا؟ فنيجي واحدة واحدة. اول حاجة السلوب اللي هو البي، تفتكروا السلوب هيتأثر بالبلس والماينس والتايمز والديفايدد؟ دلوقتي لو احنا عندنا السلوب كده، لو ده السلوب وانا كل البوينتس بتاعتي اتعمل لها بلس 2، اللاين بتاعي هيفضل هو عنده نفس السلوب. ونفس الكلام لو اللاين بتاعه البوينتس عملت نيجاتيف 1، هيتشفت شويه ترانسليشن لكن هيفضل عنده نفس السلوب. لكن لو انا عملت، لو انا ضربت الاكس في رقم او عملته ديفايدد رقم، هل الواي هتتغير بنفس الريشيو؟ ما نعرفش، بس اكيد لا. فقال لك يبقى البي بتتاثر بالتايمز وديفايدد، بس ما بتتاثرش باي حاجه. طب هل الار بتتاثر باي حاجه؟ الار دي هي اسمها ايه؟ برودكت مومنت كوفيشنت كورليشن، صح؟ كوفيشنت يعني ايه؟ يعني رقم. طب هل الرقم بيتغير؟ لا، لان الرقم كونستانت. فيبقى r is always the same. يعني r ما بتغيرش خالص يا مستر، r ما بتغيرش خالص بالكودينج، يعني ما بتغيرش خالص بالبلس والتايمز والديفايدد والمالتيبليكيشن. طب هل r ممكن تتغير؟ ال r ممكن تتغير لو انا زودت رقم او شلت رقم فقط، لكن لو انا عملت للفاليوز بتاعتي بلس او ماينس او تايمز وديفايدد، r is always the same، ما بتتغيرش. وده سؤال دايما بيجي عليه درجه ويقول لك write down، يقول لك انت حسبت r في c، فيجي في دي يقول لك دلوقتي احنا غيرنا زي السؤال ده كده اهو. تعالوا نشوف ده may 13 r، ودوت نوع الكودينج التاني، وهنشوف بيسأل السؤال بتاع r ازاي. او حتى خلينا قبل ما ندخل على دي، حته الار لما يجي يقول لك انت حسبت الار في بي، فيجي في سي يقول لك ان انا الاكس بتاعتي اتعمل لها بلس 2، او ان انا مثلا اكتشفت ان انا الريدنجز دي بتاعتي كلها فيها ايرور 10%. وبعد كده يجي في دبل اي او السؤال اللي بعده يقول لك write down the value of r وعليها درجه. فطبعا write down يعني ايه؟ اوعى تفكر. فعشان r is always the same، وبتتغيرش بأي نوع كودينج، هاخد نفس الإجابة اللي أنا كنت كاتبها في A هكتبها في B. طيب الطريقة التانية بتاعت الكودينج، سؤال زي ده دوت اللي هو May 13 R number 1. قالك سامي is studying the number of units of gas G and the number of electricity E. قالك a random sample of 10 weeks اللي هو N were recorded. وباكي قال لك ان هو استخدم كودينج اللي هو الاكس والواي. طب وانا اصلا ليه بستخدم كودينج؟ انا بستخدم كودينج لاوبشن لحالات كتير قوي، بس اكتر سبب بيستخدم الكودينج عشانه ان انت لما يكون عندك ارقام كبيره قوي فانت عايز تصغرها. فانا هنا استخدمت كودينج ان الاكس ايكوال جي ماينس 60 على 4 والواي ايكوال اي على 10. فجه هنا قال لي فايند ذا ايكويشن اوف ذا ريجريشن لاين اوف واي اون اكس، ومديني هنا الواي السيجما اكس في سيجما واي والاس اكس اكس والاس واي واي. الراجل محترم جدا طبعا. فانا روحت عوضت، جبت الاكس بار والواي بار عشان اعوض اجيب البي، وبعد كده عوضت بالفاليوز اللي هم اداها لي، جبت البي ورجعت عوضت في الايكويشن، وبعد كده جبت الايكويشن ما بين اكس وواي. جيف بي قال لك هنس، وهنس يعني استخدم اللي قبله، فايند ذا ايكويشن اوف ذا ريجريشن لاين اوف اي اون جي. بس انا ما عنديش هنا انفورميشن
اي وجي ما عنديش السيجما اي بكام والسيجما الجي بكام وحاجات ديت. قال لك بس انت عندك الكودينج ان الاكس ايكوال جي ماينس 60 على 4 والواي ايكوال اي على 10. قال لك مش انت جبت الايكويشن بتاعت الواي والاكس؟ قلنا له قال لك طب ما تعوض شيل الاكس واكتب جي ماينس 60 على 4. فاحنا جينا هنا اهو شلنا الواي اول حاجه كتبنا اي اوفر 10 اهي، بعد كده عوضنا 5.52 بلس 0.059 وشلنا الاكس وكتبنا جي ماينس 60 على 4. كده بقت الجبرا ان انا عايز اخلي الاي سبجكت زي ما هو عايز. فروحت هنا ضربت عملت تايمز 4 عشان اخلص من الفراكشن، وبعد كده جمعت النمبر فبقت اي ايكوال 46 بلس 0.15 جي، ادي تاني اربع درجات. بقى قال لك يوز ريجريشن ايكويشن تو استيميت ذا نمبر اوف يونتس اوف الكتريستي اللي هي اي لما يكون الجاز 100. فهتروح تعوض هنا اهوت الجي ب 100 تجيب الاي. طب احيانا كتير قوي بيجيب لك اي وف سي من غير ما يجيب لك بي، يعني يطلب منك تجيب الريجريشن الايكويشن بتاع اكس وواي وما يطلبش منك تجيب الايكويشن بتاع اي وجي. وهنا يجي يقول لك هات لي اي لما تكون الجي ب 100 بس انا ما عنديش ايكويشن ليها. قال لك بس احنا هنلف شويه ازاي؟ قال لك لو هو مديك الجي ب 100 روح عوض هنا اهوت مش واي ايكوال اي ان اكس ايكوال جي ماينس 60 على 4، قلنا له قال لك خلاص عوض الجي ب 100 روح هات الاكس، وبعد لما تجيب الاكس ارجع عوض في الايكويشن بتاعتك اللي هي واي ايكوال 5.552 بلس بلا بلا اكس، عوض هات الواي، وبعد لما تجيب الواي عوض في واي ايكوال اي على 10 تجيب الواي. طب هنعمل كده على طول يا مستر؟ لا، هتعمل كده بس لو هو ما كانش طلب منك تجيب ايكويشن للاي والجي. طب هو ده كده الدرس، اول درس كده عندنا خلص. ديت ارقام الاسئله عشان تسهل لكم بدل ما تدخلوا تدوروا عليها، يعني لو انت بتدور على اسئله الريجريشن والكورليشن هتلاقيها في الامتحانات دي في السؤال رقم 1 و4، يعني جان 8 1 و4 وهكذا. الحاجات اللي انا مش كاتبها يبقى انا ما دورتش فيها، بس هو طبعا لازم يكون فيه، فحضرتك هتدخل تجيب بقيه الاسئله وتحلها. ده اللي انا شرحته، ده سمري كده اللي انا شرحته، ده السكاتر دياجرام. ودوت لو قال لك انت هنا لو قال لك ليه ريجريشن لاين ممكن يترسم هتقول له عشان بوينتس ار كلوز تو ستريت لاين. لو قال لك انتربريتر فاليو بتاعه الار، ودي انا ما قلتهاش، الار ديت ده بيقول لك انتربريت الار، واحنا كان عندنا الار اكبر من 0.5 دي معناها ان هي سترونج بوزيتيف كورليشن، بس هو مش عايز يسمع منك كلمه سترونج بوزيتيف كورليشن، لو قلتها مش هينقصك، لكن هو الدرجه على الحته اللي بعديها اللي هو as x increases y increases. فلو قلت له ان هي سترونج بوزيتيف كورليشن ماشي، لكن لازم تقول له ان as x increases y increases. اللي بعديها لو انا y اصغر من نيجاتيف 0.5 ده معناه ان هو نيجاتيف كورليشن، لكن لازم تقول له ان كل ما x بتزيد y بتقل. لو بين النيجاتيف 0.5 وال5 يبقى ده نو كورليشن. لو بعد ال r قال لك انت قولي ليه ينفع استخدم ريجريشن لاين، هتقول له علشان البوينتس ار كلوز تو 1 او نيجاتيف 1. دي ما عدتش علينا برضو ان هو يجي يقول لك بعد لما انت حسبت الار يجي يقول لك كومنت داز يور انسر سبورت ذا كليم ولا. دلوقتي يجي مدرس مثلا يقول لك انا عملت ستاتستيكال موديل عشان اشوف عدد ساعات المذاكره والدرجات، وخلاك تحسب الار وطلعت الار بتاعت الموديل اللي هو عمله 0.9 يعني strong positive correlation، معناه ان كل ما عدد الساعات بتزيد عدد ساعات المذاكرة بتزيد الدرجات بتزيد، وده كلام منطقي. فلما انت حسبت الار ب 0.9 وده ادك ان هو strong positive correlation، وكان التيتشر ده في اول السؤال قبل ما انت تبدأ calculation بيكليم ان الريليشن positive، ويجي بعد كده يقول لك comment على الكليم، هتقول له يس الكليم ده صح، لان انا فعلا جبت الار strong positive correlation زي ما التيتشر بيقول. لو انت جبته نيجاتيف وهو كان بيقول ان هو بوزيتيف كورليشن قول doesn't support. طيب بعد لما تجيب الاكس والواي الايكويشن الريجريشن موديل وتعوض بالاكس زي ما احنا شفنا، يسالك على reliability زي ما احنا قلنا، لو كانت الاكس وزين الرينج اوف فاليوز يبقى دوت ريلايبل، وفي مارك سكيم بيسميها interpolation عشان لو فتحت ما تتلخبطش. قال لك لو الاكس اوتسايد الرينج بنسميها extrapolation وما بتبقاش reliable ان احنا نستخدمها.
لو قال لك انتربريت الفاليو بتاعت البي زي ما احنا قلنا، هنقول كل ما اكس بتزيد ب1 يونت الواي بتزيد او بتقل حسب هي بوزيتيف ولا نيجاتيف بالرقم اللي طلع لنا بتاع البي. خلي بالك في الاس 1 اولويز في درس الاستاتستكس درس الكورليشن دوت لازم تستخدم الابروبريت جيفن اكسبريشنز انستيد اوف اكس واي. يعني زي السؤال اللي احنا حلناه في الاول، هو بيكلمك بي تي، لو انت رحت كتبت له اكس واي هتنقص، ان هو اساسا مفيش سؤال اكس واي. طيب في حاجه اسمها اكسبلاناتوري فاريبل وريسبونس فاريبل. قال لك الاكسبلاناتوري فاريبل دوت هو الاكس اللي هو على طول بيكون في الجدول من فوق، وهو اسمه اكسبلاناتوري عشان هو بيكسبلين الريليشن هتمشي ازاي، وهو بيكون اندبندنت. الواي اسمه ريسبونس فاريبل، وده معناه ان هو معتمد على الاكس، فبالتالي هو ديبندنت. وليه هو ريسبونس؟ لان انت ما ينفعش تغيره، لكن انت ممكن تقيسه. it can be measured بس it cannot be controlled. بعد كده دخلنا على الكودنج وقلنا ان r is always the same، لكن البي بتتاثر بالتايمز ديفايدد بس. وبعد كده قلنا ان الار ممكن تتاثر. امتى الار تتاثر؟ لو انا زودت او شلت فاليو. طب تعالى نشوف الاربع كيسز اللي عندنا دلوقتي. مش الار دي هي بتقول لي بتبين لي قد ايه الاكس والواي الريليشن بينهم سترونج؟ ان لو قال لك طيب دلوقتي لو انت كان عندك ريدنجز كتير وانا اكتشفت في النص ان في ريدنج منهم فيك غلط وشلتها، تفتكر ايه اللي هيحصل في الريليشن بتاعتي؟ قال لك اكيد الريليشن بتاعتك هتبقى مور سترونجر. فلو انت كنت في البوزيتيف مور سترونجر يعني اقرب للون، لكن لو انا كنت نيجاتيف فمور سترونجر معناها ان انا هقرب للنيجاتيف 1. عشان كده بقولك خلي بالك ما تقولش ديكريز او انكريز لانك ممكن تتلخبط. فدايما تفكر لو انا كنت بوزيتيف يبقى هجيت كلوزر تو 1 وساعتها هبقى بانكريز، لكن لو انا كنت في النيجاتيف وشلت فاليو فيك فالريليشن هتجيت سترونجر فهقرب للنيجاتيف 1، فده يبقى اسمه ديكريز. قال لك طيب لو انت بالغلط زودت فاليو فيك، قال لك يبقى بالتالي الريليشن هتضعف فار جيتس كلوزر تو زيرو. طب قال لك لو انا زودت فاليو ريل، قال لك طيب ده معناه طالما انت زودت حاجه ريل يبقى انا هقرب لل1 او النيجاتيف 1. طب لو زودت فاليو لو شلت فاليو كوركت يبقى انا الانسر بتاعتي الار بتاعتي اتاثرت فهتقرب للزيرو. احنا كده بقى خلصنا اول درس اللي هو درس الكورليشن. زي ما انت شفتوا هو كله تعويض مباشر، مفيش فيه اي افكار. التريكس الوحيدة اللي فيه هي اسئلة ثيوريتيكال، وانا جمعته لكم في الورق دوت، فيعني انتوا لو قريتوهم بس كويس هتلاقوا الموضوع بقى خلاص يعني سهل عليكم. شكرا.